الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، اعلموا أن من أعظم الأدواء والبلاء فتكا بقلب العبد هو غفلته عن ربه سبحانه وتعالى، غفلته عن ذكر الله، وغفلته عن كتاب الله عز وجل، وغفلته عن عبادة الله، وغفلته عن التفكر في آياته ومخلوقاته وعظمته وقدرته، غفلته عن التفكر في نعمه وآلائه، فيثقل عن الفرائض بسبب هذه الغفلة، ومن ثم ويهمل النوافل، ومن ثم يضعف الإيمان، ويجترئ العبد على المعاصي، ويعطل لسانه من الذكر. وكل واحد من الناس معرض للغفلة، فإما كانت غفلة مطبقة دائمة نعوذ بالله من ذلك كحال الكفار، وإما أن تكون حينا بعد حين. ولذا فإنه يجب على المؤمن تفقد قلبه لكي لا يكون من الغافلين، يجب على المؤمن تفقد قلبه لكي لا يكون من الغافلين، كما خاطب الله تبارك وتعالى نبيه وهو خطاب لكل مؤمن: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يجب أن تكون قلوب المؤمنين حية فطنة، يجب أن تكون يقظة لا نائمة، ذاكرة لا غافلة، فإن الغفلة سمة أهل النار من الكفار والمنافقين، وصفهم الله بها في القرآن، إذ قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الغفلة، قال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. عباد الله، من أسباب الغفلة، وقد ذكرنا بعضها في الخطبة الماضية، كثرة المعاصي والذنوب. إذا أكثر الإنسان من المعاصي والذنوب، وكانت المعصية تتلو المعصية، فإن القلب ستطبق عليه غفلة قد تصل بالإنسان إلى الران والطبع على القلب فلا يهتدي. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. إذا أذنب ذنب واحد نكتت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، يعني غسل ونظف. إذا كان تاب بعد هذه الذنب وبعد المعصية ينظف القلب، يعود يولي الإنسان إلى الذكر، إلى نظافة في قلبه، إلى إيمان مع ربه سبحانه وتعالى. فإن زاد زادت، وإذا ما استغفرش وما تابش وزاد المعصية فوقها، فإن تزيد النكت السوداء حتى يولي القلب والعياذ بالله. قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك الران. الران هو الطبع الله عز وجل على قلب الإنسان. كاين الناس والعياذ بالله تستطيع أن تقول قد طبع الله على قلوبهم، نحن لا نقول عليهم لأن القلوب لا يعلمها إلا الله، ولكن بعض العباد أنصح ولا لا تنصح، والله تجيب له ما تجيب له من العلماء والفصحاء والبلغاء والعظماء والوعاظ ما يهتدي. تقرأ عليه قرآن ولا تقرأ عليه حديث ولا تذكره، الناس يموتون الناس بين أيديهم، يموت ناس عندهم أصحابهم ماتوا قدامهم، يتناول المخدرات، يموتوا السكارى، يموتوا في حوادث المرور وهم يسمعون الغناء، يموتون وهم يزنون وهم يعاشرون في الحرام، يموتون وهم في عقوق الوالدين، يموتون وهم العياذ بالله يكفرون بالله ويسبون، وهو يشوف أمامه بلي هذاك صاحبه لي كما هو مات ولا يهتدي، يدفنوا يبكي مات يعود يولي الطريق اللي كان فيها أو أكثر. قلوب طبع الله عليها، نسأل الله السلامة والعافية. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فهو قد أخذ بالغفلة المستديمة، الغفلة التي لا تغيب عنه أبدا، ويبقى ذلك الإنسان في معاصي حتى يختم الله له بالسوء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كثرة الذنوب والمعاصي قلنا عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عليها في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذه السيئات هي إذا تراكمت على الإنسان ولم يستغفر، فإنها ستنقله من غافل من حين إلى حين إلى غفلة، إلى غافل دائم الغفلة والعياذ بالله. يقول الحسن البصري: يقول: هو الذنب
على الذنب حتى يعمل قلبه فيموت، هو الذنب. في قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال هو الذنب على ذنب، ذنب على ذنب، ما كاش بيناتهم استغفار، ذنب على ذنب. شوف شحال حنا نديرو ذنوب ما نقولوش استغفر الله، ما نتوبوش، ما نجوش نبكيو بركعتين عند ربي، ما نتوبوش، نكملوا وراها ذنب واحد اخر ونزيدوا ذنب واحد اخر. وهذا من اسباب هذه الغفله والمشي فيها. وشن هو الاستئناس بكثره العاصين؟ تستانس، كاين بزاف ناس مذنبين، المتبرجه تخرج للشارع الاف كما هي، ما تحسش روحها ذنبت. انسان يدخن شوف الناس قاعد تدخن عادي، انسان يسكر يشرب الخمر يشوف الناس قاعد تشرب مخدرات قاعد الناس تبلع عادي، يحس روحه عادي. كيفاش يقول استغفر الله؟ ما يقولهاش، خاطرش او يقارن نفسه بالفساق. بصح لو كان يقارن نفسه باهل الصالح راح يعود يقول استغفر الله، لانه يحس نفسه ماهوش مليح. ولذلك من الاسباب الغفله اتباع الهوى، ان تتبع هواك وتنسى الدين، خاصه في زمن اتصالات الانترنت وكثره المفتين وكثره المضللين. يبحث الانسان عما يوافق هواه، كاين اللي يقول يجوز، كاين اللي يقول بلي ما فيش مشكل، الامر فيه ساعه، الامر الخلاف فيه 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 تسويغ، ما فيش مشكل عادي. كثير من الناس هكذا شانهم، وانما يتبع هواه. انت ماكش تعبد في ربي، انت تعبد في هواك. حتى ولو قالك فلان بن فلان باللي حلال وتكذبت عليه وما عطيتوش المعلومه مليح، او كان هذاك الانسان المفتي يتبع الهوى كذلك، فانت على ضلال انت وياه. ولهذا يجب عليك ان تتقي الله في اختيار الفتوى، وتكون عندك قلب صادق، ما تتبعش الهوى. اعبد الله، اعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. شو يعني؟ شفنا ناس كثر اذا كان اراد شيئا يناسبه يروح يبحث مشيع الفتوى، يبحث عما يناسب هواه، وهذا هو الضلال الذي يطبع الله به على القلب ويعمي الانسان عن معرفه الحق، ويصير الانسان بعد ذلك يتبع الهوى. ومن الاسباب الاعراض عن الدين، كما قال الاعراض عن الدين وعدم البحث عن الحق، وعدم حضور حلقات الذكر، عدم حضور الدروس، التاخر عن الجمعه، عدم ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا كله يكسب للانسان غفله. خاصه ان تغفل عن اليوم الذي ستلاقي فيه الله تبارك وتعالى. عندك مدة عام عامين ما سمعت حتى موعظة على اليوم الآخر، عندك شحال ما مشيت في جنازة، عندك شحال ما شفت الموت، عندك شحال ما شفت ميت يغسل، وعندك مدة ما سمعت كلام على جهنم ولا على الجنة. أكيد تكون عندك غفلة، أكيد، لأن الله عز وجل قالنا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كيفاش احنا رايحين ليها ونسينا هذه الغفلة؟ اقترب للناس حسابهم، القيامة راهي عند ودنينا، هاي خلاص لحقت، خلاص راح يضربنا كما يقولون النفخ في الصور، القيامة لحقت عندنا، وإحنا ما على بالناش، مازلنا خادمينها على مليار سنة دايرين حساباتنا، رانا نديروا في الحسابات نتاع سنة 3000 و4000، تسمى رانا شايفين وقتاش تكون كذا، وين على بالك يا راجل؟ راه النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لم يبقى من الدنيا إلا كصبابة يتسببها أحدكم. قال في وقته 15 قرن هذه الكلمه اللي قالها، هذيك 15 قرن القطره اللي قعدت في الكاس، قال لنا النبي اسم قطره شفت يتسببها الانسان يقطر فيها، هكذاك بقات الدنيا قبل 15 قرن في وقت الرسول عليه الصلاه والسلام. شفتوا القطره هذيك؟ رانا ماكلين منها 15 قرن، الدنيا راهي عند عينينها، خلاص راحت، خلاصت الدنيا، خلاصت نهايتها راهي عند عينينا. حنا وشنو مازلنا حساباتنا؟ العداوه نتاعنا والغفله نتاعنا والضحك نتاعنا والفرح نتاعنا والسرور نتاعنا والنشاط نتاعنا والحزن نتاعنا والمورال نتاعنا كامل مربوط باش بالدنيا، رابطينها غير بالدنيا. جاتك حاجه من الدنيا تفرح، ضربوك في الدنيا تحزن، والاخره واش راك داير فيها؟ خاربها الاخره. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، معرض خلاص راح، لاهيه قلوبهم، لاهيه القلوب، كاين وشو يلهي فيها؟ كاين العاب، كاين مباراه، كاين تصفيات، كاين كذا، كاين كذا، كاين ملاهي، كاين قمار، كاين بزاف امور. هذه هي اللي خلات الانسان غير يجي يوم القيامه يقول لك استنى دقيقه ما كنتش واجد، ولا تاخير بعدها، نسال الله السلامه والعافيه. ولهذا يقول العلماء من اعظم البلاء ان يغفل الانسان عن يوم هو يجب ان يستعد له، كما قال الله تبارك وتعالى. وكذلك الغفله لها عقوبات في الدنيا والاخره،
ويكفي أن الغفلة من صفات أهل النار. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا، هو سبب الغفلة الحقيقي، أنك أنت ما كش عايش للآخرة على ديك تغفل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ما واش حاب يلاقي الله. إحنا عندنا واحد صفة إنسانية، هذه الصفة الإنسانية بشرية، ما نحبوش الموت، عادي ما نحبوش الموت، بصح نحبوا لقاء الله، نحبوا لقاء الله لأننا نحبوه. تموت، شفت أنا نضرب مثال دائما بالعروسة، ليلة العرس نتاعها، العروسة عندها حزن وفرح، عندها حزن وهو فراق العائلة والجو العائلي والأم والأب والخواتات والخاوة وهذيك العائلة اللي تربت فيها، لأنها ألصق البنات بالبيت، البنت اللاصقة في البيت، فهي هذيك الأيام حلوة وأيام الأمومة والأبوة هذيك راح تروح منها، فهذا حزن. كما احنا حنغادروا الدنيا حزن، وبعدها وش يلقى؟ راح تقابل زوج رحيم، يعني حتفرح بأيامها على الأقل الأولى، يحتفرح بأيامها تاع العرس نتاعها، فهي هذاك الفرح هذاك هو اللقاء. احنا كذلك المؤمن هكذا، إذا مات ممكن يجي الحزن هذاك تاع الدنيا، يخلي الأولاد راح يفارق راح كذا، ولكن عنده حاجة، راح يلاقي رب رحيم، راح تلاقي واحد تحبه كثر من باباك ويماك، راح تلاقي واحد كان يستنى فيك وانت تحبه وكنت تذكره بزاف، كنت دائما تقول الله اكبر، الصلاه خير من النوم، حي على الصلاه حي على الفلاح، كنت دائما عايش معاه انت، هذاك هو اللي كنت عايش معاه راح تلاقيه. هذا هو حال الانسان، هذا هو حال الانسان في موته. فيجب علينا الا نكره لقاء الله، لازم نحبوه لقاء الله، من احب لقاء الله احب الله لقاءه. وزيد على ذلك ان الغفله، ربي لا يستجيب الدعاء لغافل، واحد غافل لا يستجيب الله عز وجل دعاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. قلبه لاهي وغافل هو يدعي في ربي، ربي يقول لك أنت ماكش معايا، تاك مبروشي في جهة أخرى وجاي تدعيني. لازم كي تدعو الله تبارك وتعالى تكون من الناس اللي عندها قلوبها متعلقة بالله عز وجل رب العالمين. وإذا دخل الرجل بيته وغفل عن ذكر الله، ادخل دارك، شي تدخل دارك وتغفل عن ذكر الله، فإن الشيطان يسلط عليك. إذا دخلت وانت غافل، تدخل تصفر تغني، تدخل تسب، تدخل وانت تهدر في الهاتف مع بالكش قاعد بالدنيا، تدخل وانت لا تذكر الله، ما تقولش السلام عليكم، ما تقولش كلمة السلام عليكم وانت داخل دارك، يتسلط عليك الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عندك المقعد نتاعك، المجلس نتاعك اللي جلسته مع أصحابك ولا في دارك ولا في أي مكان، هذاك المجلس اللي تجلسه انت يكون عليك حسرة يوم القيامة، تندم عليه، تقول سبحان الله، واحد النهار قعدنا زوج سوايع وحنا نقصروا، ربع سوايع وحنا نقصروا، وحنا كامل نحكي ونقصروا ونقصروا ما ذكرناش حتى ربي سبحانه وتعالى ما ذكرناش، تندم عليه ندمة كبيرة يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. يعني يكون عليه حسرة يوم القيامة، حسرة. لماذا؟ لأنه رقدت ما ذكرتش الله، أقعد في دارك مع الناس ما ذكرتش الله عز وجل. ولذلك يخشى على الغافلين من سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أيها المباركون، اعلموا أن من أفضل الأمور التي نعالج بها الغفلة من قلوبنا هي تعلم العلم الشرعي، الجلوس في حلقات الذكر. وأنا أقول العلم الشرعي هو الذي يربطك بالله تبارك وتعالى، وليس العلم الذي تظنه أنت علما وهو ليس بعلم شرعي. هناك وسائل في العلم، وسائل العلم كالنحو والأصول وغير ذلك من العلوم التي نتوصل بها إلى فهم العلم. أما العلم الشرعي الحقيقي هو الذي له علاقة بالله، العلوم الحقيقية التي تطلب لذاتها، هذا هو العلم الشرعي. وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس قلبوا الأمور، ولو الإنسان ليتكلم لهم بطريقة يبهرهم ويتكلم لهم عن مسائل لا يفهمونها، ذاك عالم وعنده علم ما شاء الله، هذاك عنده العلم تستفاد منه ما شاء الله، ويقول لك متأصل تالي متأصل. والإنسان يتكلم لك على ربي، كيفاش تسقم روحك مع ربي، ويعطي لك الطريقة كيفاش توصل إلى الله عز وجل في أقرب طريق، ويعطي لك التوحيد الحقيقي، التوحيد الحقيقي مش الأكاديمي المقسم، يعطيك التوحيد الذي يخليك تحب الله تعالى الصح، هذاك مش متأصل ما عندوش علم، هذاك راه واعظ فقط. هذه الغلطة اللي أنا واقعين فيها الآن، حنا
العلم الحقيقي هو الذي يربطك بالله. إذا جلست مع إنسان ما ربطكش بالله موش علم شرعي هذا، حتى ولو كان مفيدا ولكن موش علم شرعي. كان أحيانا تعلم المنصوب والفاعل وكذا، هذه نوصل بها إلى فهم العلوم أو فهم النصوص الشرعية. أما الإنسان يوري لك يقول لك هاو عذاب القبر، هاي اليوم القيامة، هاي كذا، هذا هو العلم، هذا هو اللي يخليك ما تغفلش عندك لله عز وجل. كم من إنسان دكتور في العقيدة، دكتور في الأصول، دكتور في اللغة، دكتور في التفسير، دكتور في الحديث، دكتور، ولكن حسبه العلوم الأكاديمية فقط، حسبه يضعف إيمانه، لأنه هو في ذاته يحتاج إلى مواعظ. علماء كانوا في الحديث، علماء يحدثون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يجلسون إلى المواعظ ليرطبوا قلوبهم. لازمنا الموعظة الآن، لازم دعوة إيمانية، لازم مرحلة مكية نعود نحييها في الأمة الإسلامية، لازم نذكروا الناس باللي يروحوا عند ربي يوم القيامة، نذكروا الناس باللي بأنهم سيموتون. هذا هو العلم الشرعي، هذا اللي يخليك تنفض الغبار على نفسك، هذا اللي يخليك تقلع عن المعاصي. هذه المجالس التي يجب أن نكثر منها ولا تزهيد في العلوم الأخرى. الأمور الأخرى أن نكثر من قراءة القرآن. أتاكم رمضان، تدبروا. أنا أنصحكم نصيحة، نصحكم نصيحة، هذيك شحال تقرأ القرآن، هذيك شحال تقرأ القرآن، خليها بينك وبين الله عز وجل، جيب بها هذيك، طلع بها الكنتور، طلع بها الحسابات، شحال من حسنة. كاين قراءة هي الأولى فيهم كامل، قراءة التدبر. أقرأ صفحة ولا زوج في اليوم، أبدأ من الآن أفتح القرآن وقرأ وحاول تفهم واش تقدر تفهم. كاين كثير من الآيات يفهمها جميع الناس، جميع الناس، كي يحكي لك ربي على الجنة والنار، يحكي لك أشياء كثيرة تفهمها. هذوك اللي تفهمهم من تايا تدبرهم، هذا هو الذي يحيي لك قلبك. تدبر القرآن، كل الناس يستطيعون ذلك، كل الناس يستطيعون ذلك. ألم ترى أن كثيرا من الناس يقفون في الصفوف لا يقرؤون ولا يكتبون؟ إذا قرأ الإمام بصوت جميل وتكلم على الجنة والنار تجده يدرف الدموع أكثر من إنسان قارئ. علاه؟ لأنه كان هذا القرآن ربي نزله للناس كامل، لازم كان فهم قاعدي يوصل جميع الخلق. وهذاك الفهم هذا أنت افتح لك من الآن، افتح من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاتحة حتى للناس، وبدأ قرأ بشوية، ما يهمش تختم ولا ما تختمش، ما يهمش، خلي القرآن يدخل في قلبك. تدبر، كي تقرأ آية على الجنة قل يا ربي اجعلني من أهلها، كي تقرأ آية على النار قل يا ربي حرم النار عليها وحرمها عليها، حرمني عليها. وكي تتكلم على الوالدين قل يا ربي اجعلني مطيعا لوالدي، كي تتكلم على أهل الطاعة قل يا ربي اجعلني احشرني معهم، كي تتكلم لك ربي على الأنبياء قل يا ربي اجعلني من ضمنهم أنا أحبهم. اتكلم، وانت اتكلم تفاعل مع القرآن كما كان يفاعل معه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. واذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. هذا مكان أو عالما أو متعلما، هذا الدنيا ملعون ما فيها، مسحي نحيها ربي كامل بالجبال كامل نحيها، وش يبقى؟ ذكر الله، ذكر الله وما والاه، حلقات وغير ذلك من الأمور الشرعية، نصيحة في الله، أمر ذكر، أمر معروف نهي عن المنكر، هذه أمور يبقى عند ربي. العلم والتعلم هذا مكان، الباقي كله عند ربي ملعون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والذكر يا إخواني الكرام هو الذي يرطب القلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة رضي الله عنه وهو عبد الله بن بسر، ماذا قال؟ يا رسول الله إن الشرائع كثرت علي. قالوا كثرت العبادات، كثرت بزاف، وريني حاجة نديرها باش نسلك نروح مباشرة عند ربي. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذكر يوصلك ويرفع لك من الدرجات ومن الحسنات مباشرة. كثرة ذكر الله عز وجل من أحسن الطرق التي يصل بها الإنسان إلى الله عز وجل. وكذلك الصلوات، محافظة على الصلوات تعالج القلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ على هذه الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، من يحافظ على هذه الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. ومن حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما، موش 40 صلاة، 40 يوما لم يكتب من الغافلين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قام بعشر آيات في الليل، في الليل تقوم الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. وكان عليه الصلاة والسلام يعالج الغفلة بدعاء، ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة، وهذا من دعائه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول ما الفقر أخشى عليكم، مانيش خايف عليكم الجوع والفقر، قال لهم هكذا، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، خاف عليكم من الغنى، احنا طالبين الغنى وخايفين من الفقر،
الرسول عليه الصلاة والسلام خايف علينا من الفقر، خايف علينا من الغنى، وقلنا الفقر ما خافش عليكم. قال كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، بعد تدخل كونكيرونس، فتنافسوها كما تنافسوها، كما تنافسوها الأولين، وتلهيكم كما ألهتكم، كما ألهتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أحسن ما يتفطن إليه الإنسان من الغفلة هو كثرة ذكر الموت وزيارة المقابر. قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر الموت. وقال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يجعلهم من أهل الفردوس الأعلى. اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين واغفر ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا ووحد صفوفنا، اللهم لا تجعلنا من الغافلين واكتبنا من الذاكرين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان من المسلمين يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم عليك بالصهيون يا رب العالمين، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم، اللهم شتت شملهم وأضعف قوتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم عليك بالظلمة يا رب العالمين، اللهم عليك بهم إنك قوي عزيز. أقول هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. استووا وقيموا صفوفكم، اعتدلوا وتراصوا سد الخلق، نذكركم بدرس المساء ان شاء الله عز وجل في المغرب ان شاء الله. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله سمع الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Yeah.